السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم راح يكون لا سويت تاع لي باكتيري او بيان لي سيانو باكتيري في لابوتانيك. قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناة. ان شاء الله تكون صورة كلار لانه حب السيت لو ماكسيموم نوضح لكم الصورة ونضيف الاضاءة باش تكون الصورة كلار. اول حاجة لازم نعرفوها او بيان في لا سويت تبع اللي فاتت لا مورفولوجي. لا مورفولوجي دي باكتيري لي سيانو باكتيري correspond à des organismes unicellulaires ou pluricellulaires formés de cellules ou bien des filaments microbiologiques mais qui se développent souvent simultanément pour constituer des colonnes. اول حاجه انه هاد لي سيانوباكتيري يا اما يجوا في شكل اني سيلولير يعني وحدات الخليه يا اما يجوا في بلوري سيلولير يعني ماشي وحدات الخلية متعددات الخلية. المكونات تاعهم يا اما دي سيلول او بيان دي فيلامون يا اما خلايا مجهرية يا اما خيوط لكنها تنمو في وقت واحد يعني بيريود تاع النمو تاعهم يكونوا كامل مع بعضهم في بيريود واحدة باش يشكلونا دي كولون مستعمرات. تكاثر تاعهم لا ريبروديكسيون لي زالغ بلو كما قلنا لا ريبروديكسيون تاع لي زالغ بلو لي زالغ بلو سو ريبرودويزون دو فاسون اسيكسيو يعني ماشي بطريقه جنسيه سيكسيو ولكن اسيكسيو يعني بجسميه. لا ريبروديكسيون اسيكسيو شي ال سو في بار اون سيكريسي باريتي. هاد الطريقه اللي تكون هاد الظاهره او بيان الميثود اللي تكون لا ديفيزيون بينير او بيان لا ديفيزيون فيجيتاتيف. يتم هذا الانقسام بواسطة هاد لي شوز اللي يديرون هاد الانقسام اسمهم كوكوسبور يا اما يكونوا في شكل بوغ داخلي اوكي بوغ داخلي اندوسبور او بيان اوكزوسبور يعني تكون على شكل بوغ خارجي راح تكون كوم سا ومن بعد تكون تصرى لها واحد استطالة ومن بعد هذيك الاستطالة يصرى لها واحد الاختناق هنا في الوسط ومن بعد تشكلنا دو. هذه هي لا ريبرودكسيون نتاعها تكاثر تاعها يتم كيما هاك. هاد لا ديفيزيون اسمها ديفيزيون بينير. بعد ما شفنا لا ريبرودكسيون راح نشوفو ليكولوجي. ليكولوجي يعني البيئه اللي تعيش فيها لي سيانوباكتيري. لي سيانوباكتيري يعيشوا في كل مكان تقريبا يعني فيفون بريسك بارتو بما في ذلك الظروف القاسيه كومبري دون لي كونديسيون اكسترم. اكسترم هي الظروف القاسيه لي كونديسيون اكسترم. ابري سا راح نشوفو لا تاكسونومي او بيان تاكسينومي يعني تاكسونومي تاكسينومي راهم كيف كيف. عندنا لومبرونشمون تاكسينومي. عندنا الكلاس هذا سيانوفيسي ينقسم الى دو سو كلاس يعني هذا الكلاس الكبير ينقسم الى دو سو كلاس. هادو هما الاسماء تاعهم. الكلاس الاولى راح تنقسم هنا راني فصلت لكم باردون هنا لو سو كلاس هادي راهي تنقسم لهاد لي 3 اوردر اللي هما لوردر الاول لوردر دوزيام لوردر ثوازيام. اما لو سو كلاس دوزيام تبعوا هاد الخط الاخضر راه فيه دو اوردر اللي هما ان سول اوردر هذا هو لوردر الوحيد اللي فيه ولكن هاد لوردر فيه دو فامي فيه هاد لا فامي وهاد لا فامي. كل فامي عندها جوغ هادي عندها ان سول جوغ وهادي عندها دو جوغ. نتمنى تكونوا استفدتوا نتمنى تكونوا فهمتوا يعني يا ربي ولو جزء قليل. راني نحب ندير لكم هاد المقاطع بطريقه مختصره شويه باش تفهموا. نكونوا بهذا ختمنا لي سيانو باكتيري. لا بروشين فوا ان شاء الله يكونوا لي زالك. ما الى عجبكم لا فيديو خلي لي جام. الى مش مشتركين اشتركوا في القناه وما تنساوش اصدقائي لازم تفعلوا الجرس باش لما نزل فيديو جديد يجي عندكم اشعار باللي راه تنزل فيديو جديد. سلام.